كما ينضم إلينا الآن الأستاذ إبراهيم رضا وهو أحد علماء الأزهر الشريف. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ شادي، تحياتي لحضرتك ولمشاهدينا في كل مكان. تحياتنا لك. بالتأكيد عدد كبير يعني كان عنده نية خالصة كده إن هو يطلع يحج السنة دي، طبعا بعد أزمة كورونا ده مش هينفع، ملوش يعني مش متوفر. إيه أهم البدائل بقى اللي ممكن الناس تبدأ تتجه ليها لعمل خير، والأموال اللي كانت هتوضع في الحج توضع في أوجه خير أخرى؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله ربه رحمة للعالمين. بداية علينا أن ندرك أن هناك بدائل ربما تكون أفضل من تأدية الفريضة. أيوة. أن نطوف على بيوت الفقراء والمساكين والمحتاجين، وأن نمد لهم يد العون والمساعدة، وأن نكون كما شبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أستاذ شادي، الفجوة التي بيننا الآن وبين المجتمعات الغربية أنهم يؤمنون بالعمل الأهلي، دور المجتمع المدني. لن تستطيع الحكومات وحدها أن تقدم للأمم والشعوب ما تتطلع إليه، ولكن حالة الترابط وحالة التماسك وحالة التشابك التي أكد عليها نبينا صلى الله عليه وسلم هي الحل لما نحن فيه. فعلينا أن نكون كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لنا، أن نمد يد العون للمستشفيات. يعني النهاردة شفنا الأزمة دي علمتنا أننا يجب أن نعمل على توطين التكنولوجيا داخل البلاد المصرية، وهي دعوة لرجال الأعمال ودعوة لكل من كان يريد أن يحج للمرة الثانية والثالثة والعشرة أن يتعلم من هذا الدرس، أن صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان، وأن خليل الرحمن إبراهيم حينما أراد أن يطلب وحدانية الله قدم نعمة الأمن، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا قدم الخليل نعمة الأمن على نعمة العقيدة؟ لأننا إن غاب الأمن لم نستطع أن نعتقد المعتقد الصحيح وأن نؤدي تلك المناسك. ومن هنا كان لزاما علينا أن نتعلم من الشريعة الغراء أن التكافل الاجتماعي هو الأمن القومي لهذه الأمة، وأن مساعدة الضعفاء والأخذ بيد طلاب العلم، وأن نكون للدولة كالبنيان المرصوص، وأن نكون على قلب رجل واحد، كلها من أبواب الخير. المستشفيات النهاردة للأورام سرطان ومستشفيات الأطفال، تخيل كده الجمال لما الواحد فينا يقدم بعضا من ماله لمساعدة المستشفيات. بعض من ماله اللي كان هيذهب إلى الحج هذا العام، اللي كان هيذهب إلى الحج. أحسنت، هل هذا أفضل أم الحج؟ أنا أقولها على مسؤوليتي أمام الله سبحانه وتعالى أن هذه المحافظة على النفوس أو على النفس البشرية أفضل عند الله عز وجل من حج بيت الله الحرام، لأننا بهذا نقدم صورة طيبة على أن الإسلام دين يقوم على هذا اللون من ألوان التكافل الاجتماعي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من استخدم دور رجال الأعمال لبناء الدولة. كلنا يتذكر أن سيدنا أبا بكر الصديق وهو من هو جاد بكل ما يملك، ودخل على النبي وقال يا رسول الله هذا كل ما تحصلت عليه من الدنيا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا يعبر عن فهم لطبيعة العقيدة التي في قلب الصديق. قال ما أبقيت لأهلك وذويك؟ فقال له يا رسول الله تركت لهم الله ورسوله. تخيل، هؤلاء كانوا يعني يقومون ببناء الجيش. احنا النهاردة جيشنا مبني، وجيشنا هو القوة التي نستطيع أن نفتخر بها أمام الدنيا بأسرها. فعلينا أيضا أن نتراحم فيما بيننا. أيها المصريون جميعا، هل تريدون النصر من الله؟ هل تريدون الحفظ؟ هل تريدون الرعاية من الله تعالى؟ هل تريدون معونة ومعية الله تعالى؟ علينا أن نتراحم فيما بيننا، وهذا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بتلك المبادئ السامية
استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤلف بين قلوب هؤلاء الذين حولهم من مجرد رعاة للأغنام إلى رعاة للأمم والشعوب، لأن العزة تكمن في الإيمان بالله والعمل بما فرضه الله تبارك وتعالى عليه. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف.